مساء الخير. في إطار حلقة الدعم التربوي التي نخصصها لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا تخصص آداب وعلوم إنسانية، وفي إطار يعني درس الصين قوة اقتصادية صاعدة، والحلقة الثالثة في هذا الدرس يعني درس الصين، ونخصصه لمظاهر التجارة الصينية. يمكن أن نركز على ثلاثة محاور أساسية. المظهر الأول مظاهر قوة التجارة الصينية، ثم العوامل المفسرة والمساعدة لهذه القوة التجارية، وأخيرا المشاكل والتحديات التي تواجه الصين على المستوى التجاري. كما تلاحظون في هذه الخريطة التقريبية، يعني هناك الشركاء الأساسيين للصين، كما تلاحظون أكبر شريك هي الولايات المتحدة الأمريكية بخمسين مليار أورو، ثم هناك اليابان، كوريا الجنوبية، روسيا، المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا، وأركز على سنغافورة والهند، في حين تبقى علاقات يعني ليست بالقوية، ولكنها يعني على يعني المستوى التجاري حاضرة بشكل قوي، البرازيل، أستراليا، ثم السعودية والإمارات. يعني أن هناك 10 دول أساسية تتعامل معهم الصين على المستوى التجاري، ويشكلون القاعدة الأساسية لتعاملاتها التجارية. إذن هذه التجارة الصينية لها مظاهر القوة، من بينها يعني أولا تعدد الشركاء التجاريين، ليس فقط هؤلاء 10 دول ولكن على المستوى العالمي. فتطور القطاع قطاع تجاري بشكل كبير من خلال أولا تعدد الشركاء التجاريين، ثم قيمة الصادرات التي تفوق قيمة الواردات. كمثال، قيمة الصادرات 370 مليار دولار، 370 مليار دولار، ثم قيمة الواردات 150 دولار، والفرق بيناتهم يعني كبير جدا. ثم معظم الصادرات الصينية التجارية هي آلات ومعدات تجارية ومعدات ومواد مصنعة ومواد شبه مصنعة. تتعامل الصين كذلك مع معظم دول العالم، وفي مقدمتها اليابان، ثم دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. يشغل هذا القطاع ما يفوق 73% من اليد الناشطة الصينية، وهذا رقم كبير جدا، بأن هذا القطاع يعني تتركز فيه يعني كل القوى والجهود للدولة الصينية، نظرا لأهميته ونظرا لحجم التعاملات التي يتعامل بها. ثم كذلك لا ننسى دائما هذه النقطة، هو ارتباط هذا الصناع أو هذا القطاع، قطاع الخدمات والتجارة، بباقي القطاعات الأخرى من فلاحة، القطاع الأول والقطاع الثاني الصناعة. ولكن السؤال يعني أن هذه القوة التي تمتاز بها يعني الصين، يمكن أن نضرب مثلا بسيطا. المثال هو أن واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الصين بالنسبة لأجهزة التلفزيون التي تحتل فيها الصين المرتبة الأولى، انتقلت في ظرف سنة واحدة 2014 من 250 ألف جهاز إلى 2.7 مليون جهاز. ويمكن أن نقيس على ذلك يعني تجارة اللعب والترفيه، والتي تحتكر فيها الصين 70% من الإنتاج العالمي. إذا كانت هذه هي مظاهر القوة لهذا القطاع، ويعني تظهر للجميع يعني هذه القوة وتجليتها بشكل كبير، بحيث ما لا يمكن أن نجد في أي دولة على المستوى العالم إلا وهناك منتوج صيني تجاري يعني يتعامل الناس
به. إذن كما تلاحظون هذه القوة، هذه القوة يعني قوة التجارة الصينية جاءت عبر مجموعة من المراحل ولها العديد من العوامل المفسرة. أولها أن التجارة الصينية مرت بمجموعة من المراحل التاريخية. أولى هذه المراحل المرحلة الاشتراكية 1949-1976 أو ما يسمى بمرحلة البناء الاشتراكي. أولا تأميم أهم القطاعات الفلاحية والصناعية والتجارية، ثم تلتها كذلك المرحلة الثانية مرحلة التصاميم الخماسية، تنظيم التجارة في إطار تعاونيات وكمونات شعبية. ثم جاءت المرحلة الثانية مرحلة الستينيات من القرن العشرين وبداية إنشاء مجموعة من المؤسسات التجارية الكبرى. بعد مرحلتي مرحلة البناء الاشتراكي ومرحلة الستينات ومرحلة المخططات، ستأتي المرحلة الجديدة مرحلة الانفتاح على الأسواق العالمية ابتداء من سنة 1978 وتحويل مركز يعني ثقل التنمية من الجهة الشرقية نحو الجهة الغربية وبداية تطبيق سياسات الإصلاح والانفتاح على الخارج وتحرير المنتوجات الفلاحية وتشجيع الصناعة التصديرية وكذلك نهز سياسة الانفتاح والتعاون مع الغرب المتقدم في مجال التكنولوجيا، ثم الانضمام إلى المؤسسات المالية العالمية الدولية للاستفادة من القروض ومن الاستثمارات وكذلك الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية سنة 2001 لجلب مزيد من الاستثمارات، كذلك القيام باستثمارات مالية كبرى وتجارية في الدول المجاورة. يعني أكبر نموذج هو نموذج سنغافورة ودول جنوب رابطة آسيا وكذلك في دول الاتحاد الأوروبي وباقي العالم عبر المشروع الكبير الذي يسمى طريق الحرير الجديد، سواء على المستوى البري أو على المستوى البحري، والذي يقطع 12 دولة بسكك حديدية من نوع التي جي في وكذلك بوسائل يعني النقل حديثة جدا اختصارا للوقت ونقلا لهذه المواد المصنعة الفلاحية وكذلك التجارية. وكذلك لا ننسى يعني يعني استغلال الوقت بشكل جيد. يعني يمكن أن نقف على هذا المستوى، يعني مشروع طريق الحرير الجديد، يعني رؤية ابتدأ سنة 2016 وتوجت بإنشاء العديد من الموانئ في إفريقيا وكذلك في آسيا وكذلك إنشاء من خطوط السكك الحديدية وكذلك لا ننسى يعني بالعديد من الدول الآسيوية والإفريقية. وكذلك لا ننسى العامل المهم وجود يعني موانئ كبرى داخل الصين، التركيز على الموانئ الكبرى ومحطات قطار يعني من نوع تي في يعني لا تتخيل، وكذلك مطارات يعني ومساهمة التكنولوجيا الحديثة في تقريب هذه المسافات والاعتماد عليها، وكذلك التجارة عن بعد أو التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الانترنت. وكما تعرفون هناك العديد من المواقع الإلكترونية الكبيرة والضخمة مثل علي بابا التي تنتج أو تساهم في هذه الثورة التجارية الصينية. كذلك يعني إذا كانت لهذه التجارة الصينية مؤهلاتها وكذلك نقط القوة، فإن لها كذلك نقط الضعف. ومن المشاكل والإكراهات التي تواجهها
الصين من طبيعة الحال هي المنافسة الشديدة والقوية بين الصين ودول الثالوث، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان. وكذلك المشكل الكبير والعويص هي الحروب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين، ويعني فرض مجموعة من الرسوم الجمركية في كثير من الأحيان تفوق 100% وش مرات تصل إلى 200% من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، وترد عليها الصين بنفس القرارات ونفس المنحة. يعني أن هناك حرب تجارية كبيرة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، يعني وتخلف هذه الحرب يعني مجموعة من الأزمات الاقتصادية على المستوى العالمي، كما أن هذه التجارة الصينية تتخبط في مسألة التأثر بالأزمات الاقتصادية وبالتصوناميات وبالكوارث الطبيعية وكذلك بالأوبئة كما هو حاصل في 2020 كورونا 2020. على العموم أن التجارة، خلاصة القول أن التجارة الصينية تجارة قوية لها أسس قوية، تعتمد الدولة على توظيف كل جهودها في إيصال يعني منتجاتها الفلاحية والصناعية والمواد المصنعة إلى أكبر مدى وإلى أبعد نقطة على وجه الكرة الأرضية وإلى دول العالم. إلى هنا نأتي على نهاية الحصص الثلاث من الصين قوة اقتصادية صاعدة. نتمنى أن تكون هذه الحلقات قد نالت إعجابكم. سنأتي على باقي الحلقات. لا تنسوا دعمنا في هذه القناة المعرفية والثقافية. كل المودة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.